السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. اليوم إن شاء الله نحضر معكم وصفة مكسيكية اسمها انشلادة، يعني كدار بخبز التورتيلا وحشوة الدجاج والجبنة وصلصة طماطم. تابعوا معي الخطوات إن شاء الله تعجبكم الوصفة. أنا وجدت هذه الصلصة، هكتب لكم مكونات ديالها في صندوق الوصف. عندي هنا بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة، عندي جبن موتزاريلا او اي نوع جبن مبشور، وهذا الدجاج انا سلقته وقطعته قطع صغيره، وعندي خبز التورتيلا انا سخنته في الميكرويف لمده نص دقيقه باش ملي نجي نلوي ما يتقطعش، وعندي طبق بايركس كيحطوا هاد التورتيلا كلها كيحطوها في الصوص، ولكن جاتني بحال ولات ثقيله بحال هكا، غادي ندير على غير كميه بسيطه وصافي، وغادي ندير فيه الحشوه ديال الدجاج والبصل والجبنه. اختصارا للوقت انا وجدت الصلصه، ندير كميه بسيطه من البصل الدجاج جبنه. طبق البايركس غندير فيه كميه من الصلصه، هذا الاذان ديال المغرب وانا صايمه. الدجاج كتسلقوا شويه ديال التوابل، انا درت فيه فلفل اسود وملح ورشه ثوم، صافي خليته طاب في الماء تنشف الماء ديالو، من بعد قطعته. نسيت ندير الصلصه، هذا درتهم بهذا الشكل. انا اصلا عندي الكيس ديال التورتيلا في غير ستان كيس عاملية في 8، دايما كنجي في 8، هذا النوع فيه 6. غندير باقي الصلصة، هذا مغطين كلهم بالصوص، اللي كيدير هذه بلاصه هذه صلصه الطماطم كيديرها بصلصه بالفلفل، كيديروا الفلفل الحاره كيطحنوها وكيديروها بحال في بلاصه صلصه الطماطم. انا درت في هذه الصلصه درت فيها كميه من الحار. هذه وصفه مكسيكيه كيتباع عندهم اصلا علب ديال الحار جاهز لهذه الاكله. غندير باقي كميه الجبن، كيحدا كتجيب صلصه خضراء، يعني كيديروا الفلفل الخضراء او الفلفله الحمراء، كتباع بزجاجات الفلفله الخضراء حاره، كاينه مطحونه وكاينه العاديه كيطحنوها كيجيبوها يطحنوها. ندخلها الفران تتحمر. اول شيء غنغطيها بهذا البابي الومنيوم، صافي انا غلفتها وندخلها للفرن تتحمر، دوز واحد 20 دقيقه ونحيد لهاد البابي الومنيوم ونخليها 5 دقائق تحمر ونخرج. خرجت صينية الانشلادة من الفرن، اتمنى تكون عجبتكم الوصفه. لا تنسوا ديروا لايك للفيديو وضغطوا على الجرس ليصلكم مني كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه، في امان الله.